السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هناخد افضل موقع لربح المال حتى الان موجود، اسمه افيزو دوت بي زد. الموقع زي ما انتم شايفين هتضغط في الرابط في الوصف اسفل الفيديو، هيقول لك رابط الموقع هتضغط عليه، بعد كده هيدخل لك على بالشكل ده، هتضغط على كلمة التسجيل. الموقع ده عبارة عن بتتفرج على فيديوهات الربح عن طريق الانترنت من مشاهدة الفيديوهات او خدمة المواقع. بعد كده بيقول لك قم بتسجيل الدخول باللغة الإنجليزية، بيقول لك هتضغط هنا هتكتب من 3 ل 15 حرف، ده اسم المستخدم أو النيك نيم. بعد كده بتكتب البريد الإلكتروني الخاص بيك، بعد كده بتعمل إنشاء كلمة مرور، يجب أن تتكون من كلمة المرور من 6 أحرف على الأقل، وبعد كده بتكتب محيلك اللي هو من دعاك يعني لو عايز، بعد كده بتعمل تختار أي حاجة من دي أي صورة من دي، بعد كده بتقول له سجل الآن. خلاص تمام. بعد كده هتقول له ليأتي وتدخل على حسابك، هتكتب اليوزر نيم والباسورد، ولو محتاج انك تخش على الايميل وتبدأ تعمل تفعيل مفيش مشكلة. نقول له تسجيل الدخول. اول حاجة الموقع ده موقع روسي، فعشان تترجمه هتنزل اداة ترجمة من جوجل ترانسليت، وهتقول له 3 نقط دول، وتقول اختيار لغة اخرى وتختار اللغة العربية وتقول له تم. بعد كده بتعمل عن تصحيح وتقول له ترجمة اللغة الروسية دائما. بعد كده الموقع كل ما تحمله هيبدأ باللغة العربية زي ما انتم شايفين. اول حاجة عشان نختصر الفيديو وما نطولش عليكم، الربح عن طريق 3 حاجات: التصفح، موقع يوتيوب، وفي كي من عن طريق يكسب اللي هي على اليسار دي. تمام، موقع يظهر لك بالشكل ده، تضغط على كلمة يكسب فوق اللي هي اول واحدة، بعد كده بتقول له تصفح. تصفح هنا بيقول لك هتقعد 15 ثانية في الموقع ده، هتاخد 1 من 100 روبل. اللي ما يعرفش، الدولار النهاردة عامل 71 تقريبا روبل روسي، روبل دي عملة روسية حقيقية. طبعا الدولار بيساوي 71 روبل روسي بعملة اليوم. تمام، بعد كده بتدخل مثلا على موقع زي ده، مثلا تضغط عليه ضغطة على الاسم نفسه، واخدين بالكم، هيظهر لك مستطيل بالشكل ده، تضغط ابدا المشاهده. يقوم حامل لك صفحه جديده، هيحمل لك 15 ثانيه، وبعد ما يخلص هتضغط على الزرار ده، وبكده يبقى انت خلصت المهمه، ونقفل الصفحه دي. يقول لك تم اضافه 14 من 100 14 من 1000 روبل الى حسابك، بقى رصيدك انا حاليا رصيدي 4 روبل و75 من 100. بعد كده هتقول له على موقع يوتيوب، طبعا مواقع كتير جدا زي ما انتم شايفين. هتقول له موقع يوتيوب عباره عن ايه؟ عندك دلوقتي بيقول لك اشترك في القناه دي وهتاخد 11 من 100 روبل، اشترك في القناه دي او اشترك في قناه دي هتاخد 18 من 100 روبل، هنا هتشاهد فيديوهات هتاخد 1 من 100 او 17 من 1000. تمام، وهكذا. المهم دلوقتي هتخش مثلا حاجه يعني هتنجزك جامد جدا في الفلوس، وهتربحك ضعف اللي انت بتربحه، وهتضغط على كلمة مكلفة اللي هي هنا اهي. هيقول لك ترتيب الفيديوهات من حيث الاكبر اولا ثم الاصغر. تمام، يعني اول حاجة هنا اكبر حاجة مشاهدة الفيديوهات، هنا اول حاجة هي 7 من 100، دي حاجة كبيرة جدا، 120 ثانية. هتشوف مثلا، احنا هنشوف فيديو صغير عشان ما نضيعش وقتكم، هنشوف فيديو زي ده مثلا 16 من 100 ده اقل حاجة، هنقول له هنضغط عليه، وبعد كده هنضغط على العلامه الزرقاء دي اللي هي البيد، بعد كده هيحمل لك فيديو هتقوم مشغله، وعشان ما تستهلكش من الباقه هتضغط على علامه الترس بتاعت الجوده وتقول له 144 وتشغل الفيديو. بعد ما بيخلص هتضغط، هو على طول بيقول لك تم الحصول على المبلغ على طول، فانت بتقفل الصفحه، يعني هيقول لك تم الحصول على المبلغ، وبعدين تقفل الصفحه المتصفح يجي لك الفلوس. لازم تقفل المتصفح الاول عشان يجي لك الفلوس. خلاص، دلوقتي اخر حاجه الفي كي او في كونتاكتي، ده عباره عن حساب روسي زي الفيسبوك كده، تعمل عليه حساب. انا عندي في الموقع ازاي تعمل حساب على في كونتاكتي، واسيبه لكم في الرابط في الوصف اسفل الفيديو. بعد كده بتضغط على ارباح الاعلانات مثلا وتقول له البدء، بعد كده بتروح تشترك او تعمل اعجاب او ايا كان اللي هو طالبه منك، وبعد كده بتقول له بعد ما بتعمل اعجاب تستنى 3 5 ثواني، من 3 ل 5 ثواني وتقول له التحقق، يقول لك تم التحقق، وتاخد على طول 1 من 10 روبل، يعني حاجه كويسه جدا. خلاص، طب دلوقتي عشان تسحب هتقول له هتضغط ضغطه هنا على الحساب الرئيسي. في عندي حسابين، حساب الرئيسي ده الحساب اللي معاك حاليا، وحساب اعلاني ده عشان تروج لموقعك او البروجر الخاص بيك او ايا كان. خلاص، عندك بيير وعندك بيرفكت ماني وعندك حاجه كتير جدا، هنقول له بيير مثلا، بعد كده بتقوم عامل هنا كده وتقوم قايل له صرف، يقوم محول لك على طول المبلغ، بيقول لك انت عملت 4.78%، انت هتحصل على 4.55%، يعني هيخصم منك 23 من 100
روبل مش مشكلة، وتقول له يصرف، وبعد كده هيقوم محول لك خلاص تم دفع مبلغ كذا إلى حسابك، وبكده يبقى أنت دفعت عملت ريفريش كده خلاص الحساب بقى زيرو خلاص. طيب ايه تاني في الموقع؟ انت عشان تحط حسابك او تحط الحساب البيير الخاص بيك هتدخل على الاعدادات من هنا، وتدخل على تمويل، وتحط حساب بيير من هنا، وتقول له حفظ خلاص. في بين كود، او دي حاجة مهمة برضو لازم نقول عليها، بين كود دي عبارة عن 4 ارقام بتطلب منك في السحب او في اضافة رصيد او اي او اضافة حساب او اضافة اي حاجة في المحافظة الخاصة بيك. بتكتب الكود ده في اول التسجيل، في بداية التسجيل، وبعد كده بتقول له حفظ، والكود ده لازم تكون فاكره عشان ده اللي بتدخل فيه محفظتك والكلام ده خلاص. في عندك بيير، بيرفكت ماني، ويو ماني، وادف كاش، وويب ماني، روبل، وكيوي، محفظة كيوي، في حاجات كتير جدا في السحب. هو ده اللي كنت عايز اقوله، كله الكسب عن طريق التصفح، وعن طريق موقع يوتيوب، وعن طريق في كي او في كونتاكتي. في مهام وفي حاجات تانية كتير، وفي حروف عبارة عن اسئلة بيسألها لك، بيقول لك الاول يعني مثلا الحروف دي عبارة عن الموقع زي ده مثلا، بيقول لك انت تاخد 2 من 100 روبل، انت هتضغط هنا ضغطة، وبعد كده بتقول بدء القراءة، هتقرأ الكلام ده، وبعدين هيسألك اسئلة تجاوب عليها صح، لو جبت عليها صح بيفتح لك متصفح لمدة مثلا 20 ثانية، وبكده هتاخد 2 من 100 روبل خلاص. ده بالنسبة للحروف، اللي مش عايز، اللي عايز حاجة سهلة يبدأ يعمل في التصفح وموقع يوتيوب وفي كونتاكتي، مش هيلاقي وقت أصلا يخلص التلاتة دول. في اللي هي المهام، مهام بتروح مثلا عند موقع معين وتعمل بحث أو تعمل قراءة لمجموعة مقالات، وبعد كده بتضغط على إعلان أو إعلانين. في حاجات صعبة شوية وفي حاجات سهلة، في حاجات أقل حاجة مثلا، في حاجات 8 روبل، حاجات 25 روبل، وحاجات 7 روبل، في حاجات بمبالغ يعني، في حاجات 60 روبل تمام، لمدة 10 دقائق هتعمل تسجيل معين في موقع معين، وتعمل مهام معينة فيه، وتبدأ تربح فيه، هتاخد 60 روبل بعد ما يتراجع خلال 48 ساعة أو 72 ساعة 3 أيام، ويبدأ يحط لك الرصيد. بس لو لا قدر الله أنت عملت أي حاجة غلط في المهمات دي ممكن يحظرك الموقع، بس هو الموقع صادق وأنا يعني سحبت من عليه أكتر من مرة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش الاشتراك في القناة وعمل إعجاب الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.